تاخد احسن شيء. السلام عليكم، كيف الحال يا شباب؟ ان شاء الله طيبين كلكم خير. حياكم الله من جديد في فلوق يوسف، فلوق في قناتي انا في يوتيوب. اليوم انا جاي مكان بنفسي ما اعرف شو اسمي اسم المنطقه هذه، بس مكان مهجور من اكثر من 15 سنه. فحبيت اليوم مار من هنا، سبحان الله مار من هنا، فيا في بالي في فكره، قلت خلني اروح اصور في الليل هالمكان اشوف شو فيها. فلان زمان كنا نتجلس الشباب نجلس هذه في بر، يعني قريب من الشارع، يعني مسافه يمكن كيلوين ابعد من الشارع. فالشباب كانوا يجلسون هنا، كنا نسمع اصوات. فقلت يلا بني بنصور اليوم هنا ونراويكم الوضع اللي ورانا. فيلا نشوف شو الاوضاع اللي داخل. فهذا المكان اللي تشوفونه، فطبعا تشوفون الليت اللي في يدي فيا هني، ونشوف ابغى احط الكاميرا، ابغى اثبتها مكان ومكان، ابغى سكر ليت، ابغى اشوف شو الاوضاع هني، بشوف شو بيصير شو ما بيصير. فالمهم طبعا انا جاي هني كلمت واحد من الشباب ربيع، قلت له لا تاخرت، فشغله عليك، الباقي عليك، يعني سوي اللي تسوي وتشوفون وراي المنطقه. الله يستر. بعده ترى شيء ورانا هناك، حتى بروح بدخل المستودع اللي هناك نشوف شو بيصير. فهم خلني أسكر ليت أشوف كيف الأوضاع هنا. التصوير جالس أصور الحين من الآيفون، فتقدر تشوفه كيف الظلام، تشوفه ما في شيء، ما في حد. يلا بنشوف المكان ثاني، بنطلع نشوف مكان ثاني. صور من طبعا جالس أصور من تليفوني، لأن فيها نظام ليلي مرة أحلى يعني. ترى على فكرة يا جماعة الخير، ترى هذه المنطقة مسكونة أكثر، والله أكثر من 15 سنة. أنا ما عندي يعني exactly يعني أعرف متى، بس على ما أظن أكثر من 15 سنة. يعني شوف حفرين مكان، حفرين هنا. بسم الله، يعني بطالة بسم الله. تقدرون تشوفون، شوف الشارع وين، بعيد 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 ترى. ايوه لازم اشغل ليت بشوف. بسم الله الرحمن الرحيم، طبعا بسم الله، وندخل هني نشوف شو المكان. الحمام، حمام ولا مطبخ الله اعلم. فهذه والله بدا جسمي يتقل. بسم الله الرحمن الرحيم، نسمي بسم الله ونشوف. فنسبة شايفين المكان كان اللي أنا جيت قبل من هناك تحت، والحين يعني شوفوا ترى هذه مطبخ حمام. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله حمام. أوف نزل ثاني مرة نفس المكان. اوكي، فنفس ما انتم شايفين هذه المنطقة، هذا المكان احنا جينا منه الحين. الحين اوكي كرين، على بالي ايش حد جالس هنا. فالحين بنطلع من هني، وين راح نطلع من هني؟ خلينا نشوف، نطلع هذا المستودع بدخله، بشوف دخلته من وين، بس انا ما اعرف، بس بنشوف الحين. فهذه غرف عادية طبعا ما في شيء. شوف بسم الله الرحمن الرحيم،
فهذا بدينا. فأنا جيت من هناك بس ما تشايفين جاي من هناك أنا بدخل هالمكان، فما رح يضل حق بركنات فمسوي يعني يوم بسيارة هني وقفون شكله. هذا المكان مخصص للبلدية ولا شيء على ما أعتقد، بس نبى ندخل هني الحين داخل بنشوف كيف. أنا حالي ما شغلت الليت العود لأن بخليه الليت اللي عندي بجلي العود هذا بخليه حق المكان اللي بيلس يوم بيلس بروحي. فحنا بدخل هني خلوني شغل الفلاش. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله فنفس ما انتم شايفين غرف يا اخي كل ازاز كسرين ازازات يعني كان شكل الشباك يعني درايش كسرين ازازاتهم كلهم فارين هنا تحت. يا اخي الحمام انا ما لما اشوف حمام ما ارتاح والله سبحان استغفر. هذا المكان هذا مطبخ طبعا شكل اي مطبخ مطبخ هذا مطبخ هذا الحمام كاتبي ما ادري شو بسم الله. لا خلينا ندخل ولا اقول ندخل لما اقول لكم خبز الخبز الحمام ترى بسم الله. أنا خوفي الأكبر تعرفون شو قاعد أتخيل خوف إنه شيء كلبني والله العظيم شكلي بشرة شردة مش طبيعية من الكلب. أنا خايف من الكلب خوفي لو يكون فيه شيء كلب الله يستر. نفس ما أنتم شايفين طبعاً أعطي الضوء لورا عشان أطلع من هالمكان عرفته. فأنا طبعاً بروح بجلس في المكان ونشوف شو الأوضاع هناك. فأنا طبعاً بروح بجلس في مكان بروح بجلس في مكان يعني بقضي وقتي شوية هناك بشوف هل بيصير شيء ولا لا. خلونا نروح هناك ونشوف. يا جماعة الخير كنت جاي بجلس بس والله إني ما لحقت في شيء منعني من تحت طلع صوت مو طبيعي كأنه واحد ركض داخل والله العظيم. يا جماعة شوف شعريدي كيف وقفت وبوك يا ولد. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبوك شباب سمعتوا والله انه شيء. خلني بشغل الكاميرا الثاني حسيت من هنا يصور ومن هنا بعد عشان تسمعون الصوت يكون كل شيء واضح. اوكي بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الوضع ما يطمن الوضع ما يطمن يا اخوان والله بديت ارتجف صراحه بديت ارتجف صراحه. بسم الله يا جماعه بسم الله الرحمن الرحيم. خلوها شردة أحسن يا شباب. يا شباب توني واصل السيارة وحين وقت شو وقت الشردة يا أخوان والله العظيم ما في شيء تمثيلي كل شيء صدقي والله كل شيء صدقي. حنش خوي حن خلني سكر لوك بس الحمد لله إنه ما فر علي ولا شيء ما ضرني الحمد لله الحمد لله الحمد لله يا رب. أهم شيء استمتعتوا فلا تنسون تشتركون في قناتي واعطوني لايك والحين ترى انا بتكلم انجليزي لان قبل سويت جيف اوي حق بي اس 5 وايفون 12 ف ذا وينر اوف ايفون 12 ذا نيم از هير ذا نيم از هير بيكوز ذا وينر هاز بين سيلكتد فروم انستغرام اند ذا بي اس 5 ذير ويل بي ذا وينر اوف بي اس 5 هي ويل بي سيلكتد فروم يوتيوب سو دونت فورجيت تو سبسكرايب اند لايك اند اول اوف يو جايز We are looking for subtitle in English. It will be down over here. Just click the subtitle on and you will see the English. It's everything subtitle in English. So you guys can read it. So see you guys. Take care.